يتواصل توافد المصريين والسودانيين ورعايا الدول الأخرى عبر معبري أرقين وقسطل. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، بعد التحية صف لنا الأوضاع لديك حتى اللحظة. نعم محمد، بعد التحية المشهد تتجدد في بعض الصور على مدار الساعة وعلى مدار اليوم، لكن تبقى الصورة الأولى والبارزة هو تزايد أعداد الوافدين عبر معبري قسطل وأرقيل. لكن الجديد في هذا التزايد ما أعلنه السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوصول عدد الوافدين السودانيين عبر الحدود البرية إلى 164 ألف وافد، وتقديم آلاف التأشيرات للسودانيين للدخول عبر معبري قسطل وأرقين، بالإضافة إلى تقديم ما يقرب من 15 ألفا من المستلزمات النظافة الشخصية والحقائب، مع استمرار تقديم كل الخدمات الصحية. فهذا يؤكد التزايد المستمر للوافدين، والتزايد حتى اليوم من خلال العبارات التي تنقل الوافدين عبر معبر قسطل، سواء العبارتين التابعتين لمحافظة أسوان أو حتى العبارتين التابعتين للقوات المسلحة المصرية. كل الخدمات الصحية تقدم لهم، تم مضاعفة الأطقم الطبية وتم مضاعفة كل الخدمات الصحية. النقطة الثانية التي نشير إليها، منذ قليل تحدثنا مع أحد المواطنين السودانيين وهو الذي يعني من التجار الذين ينقلون المساعدات الغذائية إلى الشعب السوداني في الولايات المختلفة، أكد على عدة رسائل هامة. أولا أن الوضع في السودان يعني محمود موجودين هناك، لكن وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وللسلطات المصريه لعده اسباب. اولا استمرار فتح الحدود وتواجد السودانيين الذين لا يستطيعون البقاء في السودان. ثانيا وصول المساعدات الى السودان، لانه قال يعني بغير مصر وبغير فتح الحدود في مصر لن تصل هذه المساعدات الى الشعب السوداني في الولايات المختلفه في السودان، فبالتالي يقومون بارسال هذه المساعدات. هناك عدد كبير من الشاحنات المحمله بالمواد الغذائيه وأكد أنه إذا خير بين مصر وأي دولة أخرى سيختار مصر، لأنه يشعر وكأنه مواطن مصري داخل هذه الدولة، يتمتع بكل الحقوق ولا توجد تفرقة في المعاملة بين الأشقاء السودانيين في مصر هنا. وأكد أيضا على استمرار هذه المساعدات التي تذهب إلى السودان، والمساعدات الأخرى التي تقدم أيضا للوافدين عبر معبر قسطل وأرقين. وهذه المساعدات ربما أيضا ستزداد خلال الفترة القادمة لسببين هامين. السبب الأول هو تزايد أعداد الوافدين عبر المعابر البرية. ثانيا أيضا المنظمات الدولية ستستمر في دعم مصر، كما أكد المفوض السامي باستمرار الأمم المتحدة في دعم مصر لتقديم كل هذه المساعدات، ولقائه أيضا اليوم بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والتأكيد على تعزيز التعاون بين مصر والمفوضية لشؤون اللاجئين لتقديم كل الخدمات للاجئين. أيضا هنا الخدمات تقدم لكل الفئات، سواء لكبار السن بتوفير الكراسي المتحركة، وأيضا تسهيل الإجراءات في الجواز بمجرد وصولهم إلى معبر قسطل، أو حتى الخدمات الصحية لكبار السن الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة بتقديم كل العلاج والأدوية اللازمة لهم، وأيضا الأطفال الذين يحتاجون إلى بعض التسهيلات فيما يتعلق بالناحية التعليمية. وصلت الصورة والفكرة محمود، في هذا عفوا المقاطعة، التمتع بكل الخدمات. أشكرك شكرا جزيلا على هذه المتابعة الوافية. محمود جميل كنت معنا من ميناء أبو سمبل النهري، شكرا جزيلا لك.